لكن أيضا يعني لمتابعة هذه التطورات ولمتابعة أيضا ردود الأفعال وتفاصيل هذه الزيارة، تنضم إلينا من القدس مراسلة الحدث لانا كولغاصي. لانا، مساء الخير لك. ما هي آخر ردود الأفعال وكذلك أيضا التفاصيل الإضافية حول زيارة ساليفان إلى تل أبيب؟ بالفعل وصل اليوم مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى تل أبيب والتقى أيضا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى جلسة كانت للوزراء الإسرائيليين الذين أيضا تواجدوا في هذه الجلسة. وبالتالي نتحدث عن أكثر من جلسة. بالبداية كانت جلسة صغيرة ومغلقة، ومن ثم كانت جلسة تحتوي على وزراء الذين أيضا يتواجدون في مجلس الحرب الإسرائيلي الذي هو بنهاية المطاف مسؤول عن العمليات العسكرية وعن القرارات السياسية والعسكرية داخل قطاع غزة. وبالتالي كان الحديث على ما يبدو بالعنوان الأبرز في هذا اللقاء، الحديث عن الوقت الزمني أو الخطة الزمنية لانتهاء هذه الحرب. وبالتالي إسرائيل كما تفضلت أيضا قبل قليل كانت تتحدث بأنها تحتاج إلى أشهر أو أسابيع إضافية حتى تستطيع أن تحقق الأهداف العسكرية التي كانت وضعتها، وهي القضاء على القدرات العسكرية لدى حركة حماس وإرجاع جميع الأسرى الإسرائيليين. وإضافة إلى ذلك هي لا تريد أن تشكل قطاع غزة وخاصة حركة حماس أي خطر على الأمن الإسرائيلي مجددا. لذلك كانت المحاولات الأمريكية حاليا هي محاولة التوصل إلى حل وسط بين الجانب الأمريكي وبين إسرائيل، إلى أن إسرائيل يجب أن تنتهي من هذه العمليات العسكرية الكبيرة والموسعة في قطاع غزة حتى نهاية الشهر القادم. وبالتالي كنا نتحدث أن الولايات المتحدة كانت تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل حتى نهاية شهر ديسمبر الشهر الحالي، ولكن على ما يبدو أن الولايات المتحدة تعطي أسابيع إضافية حتى نهاية الشهر يناير. وبالتالي نتحدث عن شهر ونصف إضافيين من الحرب العميقة والكبيرة داخل قطاع غزة التي أيضا تواجه فيها القوات الإسرائيلية خاصة المشاة، و من خلال التوغلات العسكرية أيضا ضربات كبيرة من قبل مقاتلي حركة حماس. أيضا اليوم وقبل قليل كان قد سمح بنشر أن هناك 8 من الجنود الإسرائيليين قد أصيبوا بجروح خطيرة، من بينهم أيضا ضباط في الجيش الإسرائيلي الذين أيضا خاضوا معارك ضارية ومعارك عنيفة جدا خاصة في منطقة خان يونس التي تعتبرها إسرائيل من المعارك المهمة والمعارك الاستراتيجية، خاصة بأن المنظومة الاستخباراتية تشير بأن هناك تواجد للأنفاق لدى حركة حماس في هذه المنطقة، وبالتالي سوف يكون هناك أسرى إسرائيل. لذلك هذه المنطقة بالفعل استراتيجية للجيش الإسرائيلي. وبالتالي بالرغم من تقديم التنازلات أي بالرغم من تواجد أعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين القتلى وأيضا من بينهم الجرحى، إلا أن الجيش الإسرائيلي ما زال مستمر في العمليات العسكرية في تلك المنطقة. يعني لا، أنا فقط أؤكد معك معلومة، حصل أي نوع من أنواع الاتفاق الإسرائيلي الأمريكي على فعلا أن تكون نهاية العملية أو المهلة المعطاة بدل نهاية ديسمبر من جانب الولايات المتحدة أن تكون نهاية يناير؟ هذا يعني أعلن وفي اتفاق عليه أو إلى الآن هي فقط مؤشرات حول هذه الزيارة؟ هي فقط، نعم بالفعل هي فقط مؤشرات. في بداية المطاف كان الخطاب الأمريكي صارم بشكل أكبر بأنه يريد بالفعل إنهاء هذه الحرب حتى هذا الشهر الجاري، ولكن على ما يبدو هناك مزيد من الوقت كانت قد أعطته الولايات المتحدة لدى إسرائيل، نعم، لتحقيق هذه الأهداف العسكرية، خاصة بأن إسرائيل الولايات المتحدة بالفعل يعني تحاول دعم إسرائيل بتحقيق هذه الأهداف التي كانت قد بدأت أتها منذ بداية الحرب. الداخل الإسرائيلي لنا كيف يتعاطى مع استمرار طلب إسرائيل مهل إضافية والحديث عن أنه الحرب ستستمر؟ هل في يعني استمرار للرضا عن هذه الحرب أو في تغيرات بالمواقف سواء شعبيا أو حتى سياسيا يعني من الأطراف الأخرى؟
بالفعل الشارع الإسرائيلي ربما هو يعيش حالة من الغضب والصدمة في نفس الوقت، خاصة بأن إسرائيل غير معتادة لمثل هذه الخسائر في الحروب السابقة. والآن بتنا نشاهد أن ليس فقط جنود عاديين في الجيش الإسرائيلي يقتلوا ويجرحوا ويتم إصابتهم، إنما أيضا نتحدث عن ضباط وألوية في الجيش الإسرائيلي، هم تواجدوا في الصفوف الأولى. نعم. يعني تواجدوا في هذه الصفوف الأولى حتى يرفعوا من معنويات الجيش الإسرائيلي ويتقدموا في هذه المعارك، ولكن الآن نتحدث بالفعل أن الجيش الإسرائيلي نعم تفضل.